بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد نصر الله بني إسرائيل على فرعون وعبروا البحر بمعجزة عظيمة، وأغرق المولى سبحانه وتعالى عدوهم وهم ينظرون إلى ذلك المشهد. فلما أن نجاهم المولى سبحانه وتعالى من هذا الكرب العظيم أرادوا أن يعبدوا الأصنام، لمجرد أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام له. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فزجرهم ساعتها سيدنا موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، ووبخهم بشدة، قال: إنكم قوم تجهلون. ومعه حق، لأنه آية إنجائهم من عدوهم وإن هم يشوفوا آية إغراق عدوهم وهم ينظرون، وبمجرد خطوات بسيطة مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم فيسألون سيدنا موسى نبيهم هذا السؤال القبيح، كان لابد أنه يقول لهم إنكم قوم تجهلون. فخافوا وانزجروا لأنهم كانوا بيخافوا من سيدنا موسى، وعادوا إلى الحق. ولما ذهب سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه وغاب عن بني إسرائيل مدة من الزمن 40 ليلة، انقطع فيها كان للتعبد والتبتل والدعاء والصيام استعدادا للقاء مولاه، ده كان بأمر المولى سبحانه وتعالى. رجع سيدنا موسى ووجدهم قد خالفوا أوامره، ولقاهم كمان بيعبدوا العجل اللي صنعه السامري له، و هو سيدنا موسى كان تركهم وأمر عليهم سيدنا هارون، يعني خلى سيدنا هارون هو الخليفة عليهم إلى أن يعود، وده خوفا من إن هم يرتدوا كما أرادوا قبلا أن يرتدوا بعد ما ربنا نجاهم من عدوه.
والحقيقة أن سيدنا هارون لم يتمكن من القيام بهذه المهمة للأكثرية اللي غلب عليها الفساد والميل إلى الوثنية من بني إسرائيل. فعنف سيدنا موسى عليه السلام بشدة وأنب بشدة سيدنا هارون على عدم أخذه بالشدة على عبدة العجل، وأغلظ عليه كمان، أغلظ عليه في إنه شده من بيمينه من رأسه وبشماله من لحيته وجره وهزه بعنف، وأغلظ عليه الاقتصار على تغيير الحال اللي كانوا عليه ده فقط بالقول، لأن هو كان شايف سيدنا موسى أنه كان لابد أن يضرب على أيديهم بيد من حديد. هم كده حتى في التوراة مذكور إنهم قوم غلاظ الرقاب، يعني عايزين شدة في التعامل معاهم، ما ينفعش معاهم اللين. وسيدنا هارون كان مستسلم لحساب وعتاب والعقاب اللي كان كمان سيدنا موسى سيوقعه على سيدنا هارون، كان مستسلم لأنه كان مقدر جدا غضب سيدنا موسى. غضب سيدنا موسى للحق، هو ولاه على أمر، فهو بيحاسبه وبيعاتبه بشدة، لأن ما فيش أفظع من أن الإنسان بعد أن يكون موحدا أن يلج في طريق الشرك. فبدأ سيدنا هارون يستعطف سيدنا موسى ويسترضيه، وده سيدنا هارون كان حليم في نفس الوقت زي ما قلت مقدر جدا لما لغضب سيدنا موسى، حاول يسترضيه عشان يقدر يتمكن من تخليص رأسه من بين يديه. وقال له، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. فذكر سيدنا هارون لسيدنا موسى إنه السبب الحقيقي وراء إنه لم يستطع التحكم فيما قامت به بنو إسرائيل من اتباعهم السامري في عبادة العجل كما ذكر القرآن الكريم، قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. يعني حقيقة الأمر يا موسى، وإنه إن هارون بيوضح ده، إنه نهاهم عن الكفران ونهاهم عن العصيان ونهاهم عن إنه هم يعني يكذبوا موسى، وأمرهم سيدنا هارون بأنهم يتبعوا أوامر الله تعالى إلا أرسلها إليهم مع سيدنا موسى عليه السلام. وإنه سيدنا هارون عليه السلام في بيانه ده، في شرحه ده، في توضيحه لعذر الحال والموقف اللي هو فيه، بيبين لسيدنا موسى بأنه لم يقصر في نصحهم، لكن بني إسرائيل استذلوه وقهروه. ويبدو أنه ثمت صراع حدث حتى كادوا ساعتها أنهم يقتلوا سيدنا هارون مع القلة المؤمنة التي ثبتت على الحق. الأكثرية مشيت ورا السامري وعبدوا العجل الذهبي وأخذوا يعكفون عليه ويرقصون ويغنون حوله ويعتقدون أنه إلههم. وبعد كده القلة اللي ثبتت مع هارون كانت قلة تتعدى على الإيدين، يعني بضع ممن آمن وثبت على الإيمان. ويبدو أن في خدوهات وصراع وشد وجذب، حتى بدأوا يهددوا سيدنا هارون بأن هم هيقتلوه. فسيدنا هارون اجتهد في الحال وفي الأمر على أن دول أكثرية وأن دول قلة وحتحصل حرب بين بني إسرائيل، فرجح واجتهد على أنه الأولى ترك الأمر إلى أن يعود موسى عليه السلام. لذا رجا هارون أخاه موسى ألا يعني يعاقبه وألا يسيء إليه عشان لا يسر ولا يفرح الأعداء به وإنهم يشمتوا بتعنيفه. والجزئية دي تقول إنه هناك يمكن كان في صراع بينهم على الزعامة، يمكن كانوا مبسوطين أو السامري كان مبسوط بالحال ده، أنهم بيسمعوا كلامه وعمل لهم العجل بصنعة علمية معينة خلت أن يبقى له صوت، فهم يفتكروا أنه ده إله جهل وبلادة فكر، وعكفوا على هذه الأصنام وهو مبسوط بقى بهذه الزعامة. وبدأوا يهددوا سيدنا هارون بالقتل وبدأوا يستذلوه ويقهروه.
فزي ما قلت لحضراتكم هو اجتهد على قدر المتاح وعلى قدر الموقف والظرف وإمكاناته في ذلك الوقت. عشان كده رجى سيدنا موسى أنه يبطل أنه ما يعنفوش، ورجاه أنه ما يجعلهوش كمان في عداد الظالمين اللي عبدوا العجل، رجاه سيدنا هارون عشان يقوله ما تخليش الأعداء تشمت فيه. يبدو اللي كانوا بيتصارعوا على ذلك وبيصارعوا سيدنا هارون، أو بيقولها سيدنا هارون يعني على سبيل العادة زي ما تقول ما تشمتش فيا الأعداء، إنه مش عايز حد يفرح في إني أنت يعني بتأنبني وبتشد علي، كما قال الله تعالى في كتابه حكاية على لسان نبيه هارون: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فطلب سيدنا هارون ده كان كناية عن إنه وفيها تودد لسيدنا موسى إنه يترك موسى عقابه، ألا يوقع عليه عقاب، لأنه أمره على شيء وولاه عليه وهو جاي حسبه وكمان يعاقبه لأنه اعتقد أنه فيه تقصير أو تفريط، فهو وضح الموقف. وعند هذا ترك سيدنا موسى رأس أخيه هارون بعد أن تحققت له براءة سيدنا هارون عليه السلام من التقصير، وبعدها على طول أقبل موسى على ربه يرجو منه المغفرة، سأل الله المغفرة له ولأخيه. فدعا سيدنا موسى عليه السلام قال: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فابتدى سيدنا موسى دعاءه، طلب المغفرة لنفسه تأدبا، يبتدى، وده من على فكرة من أداب الدعاء، حتى مما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام من أداب الدعاء أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه أولا ثم يبدأ بالدعاء لمن يشاء. وسيدنا موسى عليه السلام ابتدى دعاءه بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله تعالى فيما ظهر عليه من الغضب، ما هو غضب سيدنا موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وعنفه، وغضبه ده كان غضب لله، لكن سيدنا موسى ابتدأ بطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله لحالة الغضب اللي كان عليه، ثم طلب المغفرة بعد كده لأخيه هارون فيما عسى إنه يكون يعني ظهر منه من تساهل أو يعني في ردع عبدة العجل عن فعل ذلك. وسأل ربنا إنه يدخله في رحمته هو وأخوه، يعني معنى الإدخال في الرحمة وأدخلنا في رحمتك. أدخلنا هنا دي استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهم، يعني ده يا رب اشملنا برحمتك في كل أحوالنا وأوضاعنا، ده معنى أدخلنا في رحمتك، بحيث إن هم يكون كالمستقر في بيت. أنت لما بتوصل بتدخل مكان عشان تستقر فيه، فيشملك المكان ده، دخلت بيت مثلا أو دخلت أي مكان مما يحوي، يعني أي مكان تدخله فبيبقى شملك، تقعد في البيت، تقعد في مكان، في أي مؤسسة، هذا المكان يشملك، هذا البيت يشملك. فبيسأل ربنا إنه يشمله بالرحمة هو وأخوه هارون عليهما السلام، تشملهم الرحمة الإلهية في كل وقت. وكان ختام الدعاء بقوله: وأنت أرحم الراحمين، يعني أنت يا رب الأشد رحمة من كل راحم، فارحمنا واشملنا برحمتك على كل حال وفي كل وقت وحين. كل الأحداث دي بتجري وبنو إسرائيل ينظرون بذهول وخوف شديدين من سيدنا موسى عليه السلام بعد أن كذبوه وخالفوه ونبذوا ما أرسل به واتبعوا ما صنعه لهم السامري بمكره وخبثه. وصدق الله العظيم: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.